انا لسه واصل من ساعتين 3 ساعات بس، وطبعا اول ما وصلت كان اهم شيء بالنسبه لي ان انا اروح اشوف جثمان وازور ابويا. فروحت انا مستشفى السلام، رحت طبعا قلت الفاتحه ودعيت لابويا وكان كلمته سيرتي يعني بس. والحقيقه يعني انا شاكر جدا اللي حصل في الاسبوع اللي فات ده من الاعلام، من الشعب المصري، من الحكومة المصرية، كل الجهات المعنية اللي تدخلت عشان يساعدوا والدي. طبعا لازم كمان أشكر جدا النقابة والأستاذ مصطفى كمال مصطفى كامل قصدي آسف، هو ده بقى تعب السفر والفنانة نادية مصطفى، كلهم كانوا معايا يعني الحقيقة في أثناء ما أنا كنت في أمريكا. إحنا كنا على اتصال مش يومي، ده كل نص ساعة كل ساعة على طول قاعدين نتكلم ونتكلم. فشكرا جدا جدا على كل ده.